حتى أني أذكر سألت مرة نصرانيا التقيته في أحد البلدان، فقلت له، كان يتكلم عن الإسلام وينتقد شاب، قلت له أنتم الصلاة كم مرة عندكم في الأسبوع؟ قال الصلاة عندنا مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد. قلت كم عدد الحضور؟ قال الحضور قليل جدا. قلت طيب نحن الصلاة كم مرة عندنا في الأسبوع؟ قال الصلاة عندكم 5 مرات يوميا. قلت كم عدد الحضور في المسجد؟ قال كثير. قلت لماذا؟ لماذا أنتم الصلاة عندكم مرة واحدة في الأسبوع في الكنيسة والحضور قليل، ونحن الصلاة عندنا 5 مرات يوميا والحضور كثير؟ ليش؟ ما الذي يجذبنا إلى المساجد وأنتم ليس هناك شيء يجذبكم إلى الكنائس؟ ليش؟ سكت. قال ما أدري. قلت طيب خذ السؤال الثاني. قال نعم. قلت هل تذكر يوما من الأيام أن قسيسا من قساوسة النصارى أو عالما من علمائهم انقلب مسلما؟ قال نعم، كثير من القساوسة انقلبوا مسلمين، تعرفون ذلك ولا لا؟ ويكون لهم مؤلفات، ويكون لهم برامج في التلفزيون، ويقول لك شفت هذا الرجل الأمريكي ولا هذا مثلا الأفريقي ولا هذا الأسترالي، ترى كان قسيس والآن مسلم، مثل يوسف استس اليوم وعدد منهم. قلت هل تذكر في قسيس تحول مسلما؟ قال نعم كثير. قلت طيب هل تذكر أن شيخا من شيوخ المسلمين أو عالما من علمائهم انقلب نصرانيا؟ قال لا. هذا واقع يا جماعة، نحن طبيعي أن يقال القسيس فلان تحول مسلما، كثير نسمعها، لكن عمركم سمعتوا عالم من علماء المسلمين انقلب نصراني؟ ها؟ لا. سألته فقال لا. قلت لماذا؟ قال ما أدري. قل دليل أن هذا الدين قوي، وأن هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه، وأننا مدام اقتنعنا أن هذا الدين حق لابد نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وننصح ونوجه، واللي ما يصلي ننصحه، والذي يقع في منكرات ننصحه، والذي يأكل أموال الناس بالباطل ننصحه، أي إنسان يستطيع أن يقدم أي خدمة للإسلام يفعلها. العجيب يا جماعة أن هذا الرجل شاب يمكن عمره في 20 أو يزيد قليلا، بعد النقاش هز رأسه وسكت. قلت له أنا الآن أدعوك أنك تدخل في الإسلام، الإسلام اللي أنت تكرهه وتذمه أنا أدعوك الآن أنك تقول لا إله الله محمد رسول الله. فقالها ما أدري، طيب خلني أفكر. المهم أننا تفارقنا، كان هذا الكلام يوم الثلاثاء. لما جاء يوم الجمعة تفاجأت أنه صلى معنا الجمعة مسلما، تفاجأت أنه صلى معنا الجمعة مسلما. انظر سبحان الله إلى يعني عظمة هذا الدين وقوة هذا الدين، لما رب العالمين ييسر لك، ييسر له بعض الناس الذين يخدمون الإسلام ويكون لهم بصمات في الدين وتأثير فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم في طاعته.